لو الحكاية فيها إن فيتو الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل المال أو ما زال في منزل المال، لكن في تنافر فلكي في منازل المال. التنافر الفلكي اللي حاصل ما بين القمر وفينوس بيخلي النهاردة يوم مش مناسب أبدا لمواليد الحمل عشان يدخلوا في أي مغامرات مالية. مطلوب من الحمل النهاردة ان هم ما يتسرعوش في الشراء وفي القرارات الشرائية وفي القرارات المالية. مهم كمان ان هم يخططوا كويس لكل خطوة بيقوموا بيها. فيتو